Salam. Salam. Ashti. Salam. Salam. ورشة سلام هي ورشة نفذتها منظمة مانداغ الفنلندية بالتعاون مع وزارة الخارجية الفنلندية في العراق وأفغانستان، وهذه هي السنة الثانية لهذا المشروع. العراق كل شيء يحتاج. احنا تقريبا استخلصت اعمارنا في فترة مراق الشباب، ما تمتعنا بالسلام الكافي. لذلك نحاول قدر الامكان نبذل جهودنا لنشر السلام، اذا مو لنا الاجيال الجاية. اذا ما اشتغلنا عليهم هسه حيصير حالهم حال الشباب هسه. طبعا تقسمت الورشة لثلاث ايام. اليوم الاول استقبلنا المشاركين، رحبنا بهم، عرفناهم عن مشروع سلام. باليوم الثاني بعد ما انه اخذوا نظرة عامة عن الحملات عن طريق كتابة المقالات واستخدام بعض الادوات واختيارهم للمواضيع، اجى عن طريق معلومات هم ايضا عايشيها ضمن مناطقهم. حددنا المشاكل وبنفس الوقت علمناهم كيفية تحديد المشكلة. كثولا مقالات سيرين لاختم شخخة لمدربين كميولا من ديان السلبية إثوانا من ديان إيجابية. بعدين طولا مخطط لنا الحملات وقلا مختيرا عدد الحملات. باليوم الثالث واليوم الأخير بعد ما كل أمور بينت عندهم بشكل واضح، قدروا يكتبون سيناريوهات. آلية تصوير الفيديو كانت أنه اتفقنا أنه فيديو ما يتجاوز طوله دقيقة ونص، يتم تصويره عن طريق الموبايل. إحنا تقسمنا لجروبين. شعور يعني حل حلة اختيري والي وبسيمة أنه أخني بداب فلطخ فيديو أنه أنا لتلي أي خبرة أنه أنا سمخان قامي كاملة ومحكيان، لأنه هذا مندي أبد ليل شولي واختصاص زيدي. فأول شيء طبعاً إثوى خوف وإثوى حل حلة توتر، بس يعني بوصل النتيجة إنه أوكي لا بس. بيش مشتكاتك كأورينام بيني كأوبيش صالي بيشو وكو إما بيش داربو بو وبينيم كأمصال وكو مدربة بيش دارة زور بيم خوش ولا بردوشت يا كم يعني بينيم ككسي توانا أوي هي لا بيش داربو يكو بيبا مدربك دوا ميني شان لبروي بيم خوش وزانيم لا بروجي سلامة وأو كساني كفندي سلامة كن أتوان رقبة كساني تر أدن كبينة بيشوا ويارمتيان أدن. طبعا هو شعور كلش حلو من أنت تكون متواجد بنفس المشروع، بس هالمرة المسؤولية على عاتقك غير، أنه تكون كمدرب شي مو سهل. الفرق كلش واسع بين هاي السنة والسنة اللي فاتت، لأن جيت بخبرة كلش قليلة وطلعت من الورشة بخبرة وأفكار. الحياة ما تنعاش إلا بالسلام وبالمحبة، لأنه هذه الأرض إلنا كلنا، انخلقت إلنا كلنا، من خلقت الفئة معينة والناس معينة. أما نعيش عليها سوية بنفس المستوى بنفس قدر الاحترام والرفاهية، يا أما كلتنا راح نهلك. ما حد فينا يقدر يعيش بدون إيدين. السلام مو ودينا، هي اللي تنشر سلام هي اللي تقتل. There is no road to peace. Peace is the road.